موجز الاقتصاد من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت هيئة النزاهة عن محاولة صرف قرض بأكثر من 10 مليارات دينار في محافظة صلاح الدين، وقالت الهيئة إن دائرة التحقيقات أفادت بتمكن فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين من ضبط معاملة قرض أصلية بقيمة 10 مليارات و400 مليون دينار قبل صرفها، موضحة أنها خاصة بمشروع إنشاء وتشغيل محطة أبقار في محافظة صلاح الدين ضمن مبادرة البنك المركزي. ضبطت هيئة المنافذ الحدودية عملية تهريب مادة البيض الماء الإيراني إلى العراق عبر منفذ زرباطي الحدودي، وقالت الهيئة في بيان إنها تمكنت من ضبط أكثر من 2100 كرتون من مادة بيض المائدة مخبأة في 3 سيارات لغرض تهريبها من إيران إلى العراق عبر منفذ زرباطية ومخالفتها لضوابط الاستيراد. يشار إلى أن المنافذ الحدودية بين العراق وإيران تشهد عمليات فساد وتهريب واسعة يشارك فيها مسؤولون عن تلك المنافذ مع عناصر الميليشيات المنتشرة هناك. قال مصدر صحفي إن لجنة مكافحة الفساد الحكومية تعتزم فتح تحقيق بشأن ملفات تعاقد مدير عام مصرف الرافدين مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني. وأوضح المصدر أن اللجنة ستفتح تحقيقاً موسعاً للوقوف على حيثيات العقد المبرم بين مصرف الرافدين وشركة خاصة بالدفع الإلكتروني، مبينة أن التحقيق يأتي بسبب مخالفة العقد للشروط القانونية واحتوائه على شبهة فساد. كشفت مصادر برلمانية مطلعة في مصر أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون يقضي بمد العمل بقانون المساهمة التكافؤية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة. وقالت المصادر إن مشروع القانون ينص على تمديد العمل بالقانون الحالي لمدة عام إضافي بغرض استمرار اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق لأصحاب المعاشات تحت ذريعة دعم موازنة الدولة. توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن يتركز تعافي الطلب العالمي على النفط الخام خلال النصف الثاني من العام الجاري وسط استمرار تأثيرات جائحة كورونا. وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي سيرتفع بنسبة 6.5% أو 5.9 ملايين برميل يومياً خلال عام 2021 بزيادة هامشية عن تقديرات شهر شباط الماضي. وأشار التقرير إلى تراجع الطلب العالمي على النفط بنسبة 9.6% يومياً في عام 2020 مقارنة مع العام السابق له. تعرض الذهب لضغط كبير في أوائل عام 2021 حيث انهارت أسعاره إلى أدنى مستوى لها في 8 أشهر نهاية شهر شباط الماضي لتصل إلى 1734 دولارا للأونصة. وعلى الرغم من التقلبات ونوبات التصحيح والدمج في النصف الأخير من العام الماضي إلا أنه لا يزال محققا مكاسب بنسبة 24% ليصل إلى متوسط سنوي قدره 1770 دولارا للأونصة بزيادة 27% على أساس سنوي. ختام الموجز، دمتم بأمان الله.